نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان. البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان. الجمهور الذي يصدق على معظم الناس، فهذا يجب ضمه. جدة، وهي اسم للمدينة المعروفة الشهيرة، يجب أن تضم جيمها، وأما الكسر فإنه لحن. المناخ الذي يطلق على المناخ الجوي، وهو في الأصل المناخ الذي تناخ فيه الإبل ثم توسع فيه فأصبح يطلق على المعنى المعروف، ففتح الميم فيه لحن. أضواء البيان. يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد السبت عند الحادية عشر مساء. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء البيان، وفيه نسلط الضوء على أهمية اللغة العربية. نتواصل معكم في هذا اللقاء إن شاء الله على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن أخي ياسر زيدان من الإخراج. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامعة تخصصي بمكة المكرمة، الذي نأنس معه في مواضيع هذا اللقاء. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا. أهلا وسهلا بكم. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، كذلك 64930282، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582-82-40-40 مع كتابة الاسم لمن أراد ذلك، أو على هاشتاغ البرنامج في صفحتنا في تويتر أضواء البيان. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نكمل مع الشيخ عبد العزيز ما بدأه في سورة التحريم، وقد وصلنا إلى الآية 11. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اليوم نختم هذه السورة إن شاء الله، ونتكلم عن الآيتين الأخيرتين، الآية 11 والآية 12، وقد جمعناهما في قرن واحد لأنهما في موضوع واحد، ولأن المثل الذي تكلمنا عنه في الخميس الماضي أو في الحلقة الماضية كان مثلا للذين كفروا، وهذا مثل للذين آمنوا، وكان المثل هنالك في الآية السابقة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كان مثلا بامرأتين كافرتين، وإلا أن ذلك كان في آية واحدة، وهذا في آيتين ثنتين، فقد ضرب الله تعالى مثلا للذين آمنوا بامرأة فرعون، ومثلا للذين آمنوا أيضا بمريم ابنة عمران. وقلنا إن ضرب الأمثال فيه من الإيضاح وتثبيت المعنى والصورة في قلب السامع وفي قلب القارئ ما هو عظيم وكثير، وقد كثر ضرب الأمثال في القرآن للناس لعلهم يتفكرون، وهو من تصريف الأمثال والكلام،
وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأمثال لا يعقلها إلا العالمون الذين يتفكرون، فالتفكر هو آلة للعلم. فالآيتان اللتان ضرب الله تعالى فيهما مثلا للذين آمنوا هما قوله سبحانه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذان مثلان مفصلان وفيهما تفسير، ليس التفسير الذي جاء فيهما ليس كالتفسير الذي جاء في المثل السابق الذي كان الذين كفروا، لأن المراد من هنا من هذا أيضا الزيادة في الترغيب والتشويق والحث على الاقتداء بهاتين المرأتين الكاملتين. فقال سبحانه: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. القراءات التي جاءت في هاتين الآيتين، ومن عادتنا أننا نذكر القراءات، ليس في هاتين الآيتين من القراءات إلا ما جاء في كتبه، في لفظ كتبه قرئ وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه على الإفراد، كما ذكرنا ذلك في الآية التي شرحناها في آخر سورة البقرة في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه قرئ وكتابه، وقرئ أيضا هنا وكتابه، فمنهم من قرأ وكتبه ومنهم من قرأ وكتابه، ولا تعارض بين المعنيين، فكلاهما يلاقي المعنى الآخر أو يلتقي معه، لأن الإفراد يراد به الجنس فيلتقي مع الجمع. وقرئ شذوذا وصدقت، صدقت أي صدقت فيما قالت، وهي قراءة شاذة. وأما القراءات المتعلقة بالأصول أو يعني بالمال، طيب عفوا الشيخ، حينما نقول صدقت ألا يتعارض في قولنا وصدقت بكلمات ربها؟ يتعارض مع ماذا؟ يعني الآية وصدقت، نعم، فكيف أتت وصدقت؟ أي ويستقيم المعنى حينئذ بهذه القراءة الشاذة؟ نعم يستقيم المعنى، يعني ويكون هذا من اختلاف التنوع، أنك صدقت بكلمات ربها التي سمعتها، وهنا صدقت بكلمات ربها التي قالتها إذ خاطبت ربها. طيب صحيح. أي نعم، فلا ليس في القرآن من اختلاف التضاد، لكن هنالك اختلاف يقال له اختلاف التنوع، فتكون هذه القراءة بمعنى وهذه القراءة بمعنى، أو حتى في المعاني التي تكون في اللفظة الواحدة تكون على معنيين أو ثلاثة أو عشرة، ولا تضارب ولا تخالف ولا تناقض. الحمد لله. بينا نعم. طيب. وأما الإعراب فكما ذكرنا في من قبل في مثلا بأنه مفعول به امرأة نوح وامرأة فرعون، هذا مفعول به ثان أو العكس على اختلاف بينهم في الإعراب. ولفظ ربي أصله يا ربي، يا ربي، ولكن حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها. يا النسب، يا الإضافة، يا الإضافة، يعني حينما يقول الإنسان كتابي أو ربي هذا يضيف الشيء إلى نفسه، يسمونها يا النفس ويسمونها يا الإضافة، فتحذف للتخفيف في مثل هذا. ومثل هذا لك أن تقول فيه يا ربي ويا ربي ويا رب ويا رباه ويا رب، خمس لغات كلها صحيحة. وحذفت أيضا الياء في يا رب، الياء الأولى يا النداء أقصد، يعني أصلها يا ربي فحذفت الياء للتخفيف، والياء الثانية أيضا للتخفيف. وعرف هذا من السياق بالنسبة لحذف الياء الأولى، وحذفت الياء الثانية بقيت الكسرة دليلا عليها، ولذلك حينما نعربها نقول إنه مبني على ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة،
لأن هذه الكسرة للمناسبة من أجل الياء، وإلا فأصله يا رب. طيب لا، هل لك أن تعيد الإعراب مرة أخرى شيخ؟ لأنه المنادى عادة يكون منصوبا، يعني في المنادى يكون منصوبا ويكون مبنيا على الضم، أحيانا يكون مبنيا على الضم. نعم. يا زيد، يا علي، يا صالح، يا نوح قد جادلتنا. طيب هل لك أن تعيد الشيخ إعراب يا ربي الآن هنا؟ يا ربي هذا مضاف، لعلي أخطأت أنا في الإعراب حينما قلت إنه مبني على الضم. لا، هو في محل نصب. نعم، في محل نصب لأنه منادى. في محل نصب. نعم. طيب نعم، لأنه طبعا. هو لا، المول لأنه منادى، لأنه مضاف ولكنه منادى، صح؟ أي منادى مضاف، لكن ليس كل منادى، لأن حينما تقول لأنه منادى معناه أن كل منادى يكون منصوبا. نعم. مثل مثلا يا زيد كما قلنا، ويا علي. المفرد العلم إذا كان مفردا علما فإنه يكون مبنيا على الضم، فتقول يا أحمد يا علي، لا تقول يا أحمد. نعم. ويا علي. صحيح. نعم. وكذلك إذا كان نكرة مقصودة، يعني مثل يا رجل، أنت تنادي رجلا معينا، هذا أصبح معرفة، فنشبهه بذلك بالمعرفة التي أيضا يبنى فيها على الضم، فنقول يا رجل ولا نقول يا رجلا. لكن حينما لا يكون معروفا كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، لا يدري من الرجل، فهذا ننصبه. نعم. صحيح. يكون منصوبا. نعم. قولها ابني، أو قول الله تعالى إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، بيتا مفعول به، وفي الجنة متعلق بابني، وعندك متعلق بابني، ابني لي بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ومريم هذا معطوف على. طيب عفوا الشيخ، قبل أن ننتقل إلى الآية التالية، ابني هنا فيها ياء في الأصل. نعم. طيب هي مبنية على العلم هذا، هل على حذف الياء؟ على حذف الياء، يعني أصلها ابني. أيوه. فكما ذكرنا أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، لأنك لو جئت بالمضارع هنا أصله يبني فتكون لم يبني، وتقف عليه لم يبن، وهنا إذا وقفت على هذه اللفظة تقول ابن ابن. نعم. لا تقول ابني إلا إذا كان على الروم. الروم هو الاتيان ببعض الحركة، بعض الكسرة. ابني يجوز في الوقف. يجوز في الوقف. نعم، يجوز في الوقف أن تأتي ببعض الحركة. هنالك شيء يقال له الروم، وشيء يقال له الإشمام، وهنالك السكون المحض. كهانا وأكرما. لا، تلك أهانني أصلها، يعني النون موجودة، يعني هي نون الوقاية في أهانا، تلك النون نون الوقاية في أهانا وأكرما، وحذفت الياء. أما هنا فالنون من أصل الكلمة، لأن أصل الكلمة بنى يبني. نعم صحيح. هي من أصل الكلمة. نعم. طيب ومريم؟ ومريم معطوف على امرأة فرعون، يعني وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران وابنة نعت. نعم. وعمران مضاف إليه وهو ممنوع من الصرف، والتي نعت لها، فرجها مفعول به، والبقية كلها، يعني بقية الألفاظ واضحة من حيث الإعراب. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كما ذكرنا هذا المثل جاء بعد المثل الذي ذكره الله تعالى للكافرين، فضرب الله تعالى مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وامرأة فرعون هذه يقال هي آسية بنت مزاحم. جاء في حديث صحيح أنها آسية، وهكذا من غير إضافة إلى أبيها، وهذا الحديث في الصحيحين، ونصه أو لفظه كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد. ثم جاء الحديث انتهى ببيان فضل عائشة، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ف
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الذين كملوا من الرجال كثير ولكن الكوامل من النساء قليلات، وذكر منهن هؤلاء النسوة الثلاث. وقيل إن هذه المرأة هي امرأة فرعون، لكن ليس فرعون الذي كان صاحب موسى، ولكنه كان فرعونا آخر، والله أعلم. الله يعني لم يبين هذا، ولا حاجة في بيان هذا الأمر، لأن الغرض من ذلك هو بيان أن هنالك امرأة ثبتت على إيمانها وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وقد جاء في الأخبار أن هذه المرأة عذبها فرعون عذابا شديدا، وأن فرعون جمع قومه واستشارهم في أمرها فقالوا اقتلها، فأوتد لها أوتادا وأخذ يعذبها، فأراها الله تعالى الجنة، فسألت المولى سبحانه وتعالى أن يبني لها بيتا في الجنة، وراها وهي تضحك، لأنها راها فرعون يعني وهي تضحك، فقال انظروا إلى هذه المجنونة، وقبضت روحها في ذلك الموضع. وهذه أخبار ما ذكرها الله تعالى، ولكنها من الأخبار التي يمكن أن تكون من الأخبار المأذون في ذكرها، لأنه ليس فيها شيء يعارض القرآن الكريم، ولكنها لا تصدق ولا تكذب. الحاصل أنها دعت ربها بهذه الدعوة العظيمة، فقالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. عندك هذا ظرف، وأصل الكلام ابن لي بيتا في الجنة عندك، أو بيتا عندك في الجنة، ولكنها قدمت الظرف، والعلماء يقولون هنا إنها قدمت الجار قبل الدار، ويقال للناس اختر جارك قبل دارك، أو الجار قبل الدار. فاختارت فذكرت الدعاء بهذا اللفظ، فقالت ابن لي عندك بيتا في الجنة. وبيت الله تعالى في الجنة ليس كبيت فرعون، وليس كبيت أغنى إنسان في هذه الحياة الدنيا، فأقل الناس في الجنة بيته لا يستطيع أن يتصوره أحد. وجاء في الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. جاء هذا الفضل في من بنى مسجدا لله، وجاء أيضا في من حافظ على السنن الرواتب بأن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة. ثم قالت ونجني من فرعون وعملي. الجنة معروفة، الجنة ومادتها من جنة جننة، هذه المادة تدل على الستر والتغطية حيثما كانت بجميع اشتقاقاتها، ومن ذلك الجنة والجنة والمجنون والجنين والمجن كلها تدل على الستر. وقالت ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله. عمله ها هنا فيها قولان لأهل التفسير، عمله أي دينه، وقيل إنها أرادت الكناية بذلك عن الجماع، لأنها كانت امرأة مؤمنة وكانت تحته ولا تستطيع أن تتخلص من ذلك، فدعت المولى سبحانه وتعالى أن ينجيها من هذا. والصحيح أن اللفظ عام ويدخل فيه كل شيء، ويكون هذا في جميع الأحوال يكون من باب عطف الخاص على العام، لأنها قالت نجني من فرعون كله بما فيه جسده وقوله وعمله واعتقاده، ثم عطفت العمل، فيكون من باب عطف العام على الخاص، ثم عطفت أيضا العام على الخاص، فقالت بالعكس يعني، فقالت ونجني من القوم الظالمين، لأنها قالت ونجني من فرعون وهو أحد الظالمين، ثم قالت ونجني من القوم الظالمين. والقوم هم الجماعة من الناس ذكورا أو إناثا، وقال قوم
إن القوم هم الرجال وحسب، وجاءت شواهد على ذلك. ومما يتقوى به في هذا قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال: ولا نساء من نساء ففرق بينهما، فجعل الرجال سماهم القوم والنساء النساء. وقال الشاعر: وما أدري ولست يخال، وأدري أقوم آل حصن أم نساء. طيب هنا سؤال الشيخ، يعني في إيمان امرأة فرعون، هل هي آمنت بدعوة موسى أو آمنت من قبل أن يبعث إليهم موسى عليه السلام وهارون؟ كل هذا قيل، قال إنها آمنت سرا، ويذكرون لذلك يعني روايات، وأنها سمعت الماشطة، أنها ذكرت قالت ربي موسى، فقالت من رب موسى، فعرفت أن المراد به الله سبحانه وتعالى فآمنت سرا. وقيل إن هذه وقيل إنها آمنت من قبل، وقيل إنها امرأة فرعون آخر، وأنها آمنت من قبل، ولم يكن موسى قد جاء حينئذ، بل كان هذا قبله بثمانين سنة، والله أعلم. ثم قال سبحانه: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. مريم اسم معروف ومشهور، ولم يأتي في القرآن اسم أنثى إلا هذه المرأة، لمكانتها أولا، ولأن النصارى قالوا إن عيسى ابن الله، فنسبه الله تعالى إلى أمه، فكان لا بد أن ينسب إلى أمه، لأنه ليس له أب، فنسب إلى أمه، فقيل عيسى ابن مريم جاء كما جاء في القرآن، وهو ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. وقوله سبحانه: التي أحصنت فرجها، أي التي حفظت فرجها. طيب عفنا شيخ، هنا وقف، يعني مريم اسم أعجمي، وعمران، وعمران فيما يظهر أنه اسم أعجمي، لكن العرب استعملته حتى أصبح كأنه عربي، أن حتى كلمة مريم يحسبها الإنسان يحسبه عربيا، لأنه لاكته الألسنة وأصبح قريبا من بعض الألفاظ، لأن مادة رام موجودة، وكذلك عمران. طيب يعني عمران ليس بعربي، يعني ليس له علاقة بعمر وعامر وعمير فيما يظهر. طيب نكمل يا شيخ. والتي أحصنت فرجها، الإحصان هذه المادة في الأصل الحاء والصاد والنون حيثما جاءت تدل على الحفظ والحياطة، قال ابن فارس: تدل على الحرز والحياطة والحفظ حيثما جاءت، ومنه الحصان، ومنه الحصن، ومنه المرأة الحصان، أيضا يقال امرأة حصان. نعم حصان، حصان كما قال حسان في عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. طيب ما معنى هذا البيت يا شيخ؟ المعنى أنها حصان أي عفيفة، ورزان أي ثقيلة، يعني فيها رزانة، وما تزن بريبة يعني أنها لا تتهم بريبة ولا بفاحشة، وتصبح غرثا، يقال فلان غرثان وامرأة غرثا، إذا كان جائعا وهي جائعة، يعني أنها تصبح جائعة من لحوم الغوافل، لا تتكلم في النساء المؤمنات الغافلات، فهي لا تتكلم في النساء، تصبح جائعة، ولو أرادت لشبعت من لحومهن، يعني طيب. لأن الإنسان حينما يتكلم في أخيه يأكل من لحمه، فهو كان بها عن ذلك، فقال: وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. والمرأة المحصنة تطلق على العفيفة، وهذا جاء في القرآن، والمرأة المتزوجة، والمرأة العفيفة، والمرأة المتزوجة، والمرأة الحرة، كل ذلك جاء في القرآن، وجاء في القرآن: محصنات غير مسافحات أي عفيفات. وقال تعالى: فإذا أحصن أي تزوجنا. طيب وقال سبحانه: والمحصنات من النساء أي المتزوجات. ويطلق هذا اللفظ على الفروج أو على النفوس،
بدليل أنه قال من النساء، أي والنفوس المحصنات من النساء، وإلا فما فائدة هذا القيد؟ ولهذا في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذا قيل المحصنات ها هنا إذا قيل إنها وصف نعت للنفوس والنفوس محذوفة، دخل في ذلك الرجال والنساء ولم نحتاج إلى قياس، لأنه ماذا نصنع بمن قذف المحصنين من المؤمنين؟ فالصحيح أنها تشمل هذا وتشمل هذا. ثم قال سبحانه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، الفرج ها هنا قيل إنه الكم، كم قميصها، وقيل الفرج وهو الذي يتبادر إليه الذهن، الفرج الذي هو العضو المعروف، أحصنت فرجها أي عفت فرجها، وحتى قالت يعني يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وجاء في القرآن واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لكن الضمير في قوله فنفخنا فيه، بعض العلماء قال النفخ كان مباشرة في فرجها، وقيل في فرجها الذي هو بمعنى كمها، نفخ في ذلك المكان فوصل إلى فرجها، فاستعمل إذن الفرج على معنييه، وهذا شيء يقال له في اللغة العربية الاستخدام، وهو أن تأتي بلفظ وأن ترد إليه ضميرين، وأن يكون أحد الضميرين يعود إلى معنى والضمير الآخر يعود إلى المعنى الآخر، وهو من أمتع الأساليب العربية أو البلاغية. ومثاله في القرآن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، الإنسان هنا ذكره مرة واحدة فقال إنه خلق من سلالة من طين، من المراد به؟ آدم. قال ثم جعلناه نطفة، لم يكن آدم نطفة، إذن أراد بالإنسان الإنسان الآخر الذي هو من أبناء آدم، النسل، من نسل، نعم من نسل آدم. ومثاله في الشعر وللغزالة شيء من تلفته ونورها من ضياء خديه مكتسب. الغزالة في اللغة العربية تطلق على الشمس، وتطلق أيضا على الحيوان المعروف الجميل، فقال وللغزالة شيء من تلفتي أراد هذا المعنى، ثم قال ونورها من ضياء خديه مكتسب وأراد هذا، وقد أشرت إليه من قبل. وفي في بعض الأبيات التي ذكرتها في الاستخدام جملة أبيات كثيرة منها، وأبغض الجبن في نفسي وآكله أكل المحب له فاستعمل النظر، يا سلام، نعم، وأركب العير في عير وأربطه فيه ومنه وأخشاه إذا نظر. طيب، لأن العير يطلق على الحمار وعلى الجبل وعلى الوتد، وعلى كما قال الناظم حمار العير وطبل ووتد ورجل وجبل وما تجد من ناتئ وسط شيء ويرد، وهو بمعنى سيد الأصحاب، حتى السيد من السيد يقال له عير في اللغة العربية. سبحان الله. نعم، كلها من هذه المعاني. يعني يقال للسيد سيد القوم عير يا شيخ؟ عير، نعم، يقال له عير، كما أن الحمار يقال له عير، هذا من الأضداد. وقد يكون هذا الاختلاف أحيانا لاختلاف القبائل، وهذا يقع في التباس أيضا، يقع ذلك، الإنسان الذكي الفطن لا بد أن يراعي هذه الأشياء الذوقية، ولذلك يستعمل العير، يعني في عند أناس يستعملون العير على أنه الحمار فيطلق على سيدهم عيرا، ولذلك الشيخ الشعراء يتلاعبون بالألفاظ ومعانيها بحسب يعني معرفتهم بالدلالات. نعم صحيح. نعم. طيب، هنا سؤال أيضا الشيخ فيما يتعلق بهذه المرأة الصديقة الصالحة مريم ابنة عمران، هل الآن الآية السابقة في امرأة فرعون بدون تصريح باسمها كانت لها هذه المكانة لإيمانها بالله، مريم ابنة عمران كانت لها هذه المكانة لأنها محصنة، يعني أحصنت فرجها وأنها تعف نفسها، هكذا يعني الصورة؟ نعم، هو المسألة من باب التنويع،
تلك كانت امرأة عفيفة وهذه كانت امرأة عفيفة، ولكن القرآن أراد أن يذكر هذين الأمرين حتى يكون كل واحد منهما موضع قدوة في جانب من الجوانب، أو لأن هذه المرأة التي هي مريم اشتهرت بهذا، وأبرز ما كان فيها هو أنها أحسنت فرجها، وتلك في أنها صبرت وآمنت وصدقت وسألت المولى سبحانه وتعالى أن يبني لها بيتا في الجنة، فأرادت العوض من الله عز وجل في هذا، فذكر هذا وذكر هذا حتى لا يكون هنالك تكرار، ويكون هذا محل قدوة وهذا محل قدوة في شيء، فهذه لقطة وهذه لقطة، هذه صورة وهذه صورة. نعم. طيب. نكون الشيخ الوقت داهم نسأل. نعم نعم. ثم قال من روحنا، والروح هو جبريل عليه السلام، وألفت رسالة اسمها معاني الروح في القرآن الكريم، ومن معانيها جبريل وملك من الملائكة والقرآن والوحي والروح التي هي بين جنبي الإنسان، وإن كان بعض العلماء كابن القيم يرى أنه لم يأتي في القرآن الروح بمعنى النفس، وهذا الذي جاء في القرآن يدل على مخالفتي وعلى أن هذا الكلام ليس بصحيح. وهنا كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. نعم، وله كتاب الروح. والروح أيضا. نعم نعم، له كتاب الروح. والكلمات هي قيل الكلمات كل ما يتعلق بالوحي، وقيل ما قاله جبريل لها حينما قال إنما أنا رسول ربك، وكتبه الإنجيل وما سبقه من الكتب، وكتابه الإنجيل إذا أردنا أن نقصره على شيء واحد. وقوله وكانت من القانتين، هذا على سبيل التغليب، وهي من القانتات. وقد ذكر في هذه السورة هذه المسألة، أو ختمت الآية بهذه السورة وكانت من القانتين، ولكن في سورة الأنبياء قال والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. طبعا لا تعارض بين فيها وبين فيه، لأنه إذا كان في عضو من أعضائها فقد كان فيها، كما تقول مثلا إذا لو قلت قبلت الحجر الأسود، وقلت مرة أخرى قبلت الكعبة، فإن هذا من باب الاستعمال العام، يفهم أنه يفهم. نعم، لا تعارض بينهما، لكن هنا قال وجعلناها وابنها آية للعالمين، لأن السياق يقتضي ذلك، فإن الله تعالى ذكر آيات قبل ذلك، ذكر آية لزكريا عليه السلام بأن الله أصلح له زوجة ووهب له يحيى، وهذه آية وامرأته كانت عاقرا، وذكر أيضا قبلها قصة أو خبر ذي النون عليه السلام، وأنه نجاه الله تعالى من الغم بعد أن كان في بطن الحوت، وذكر قبل ذلك صبر أيوب، وقبل ذلك سليمان وداود، وجعل لهما آيات، وكذلك نوحا ولوطا قبل ذلك، وإبراهيم عليه السلام حينما نجاه الله تعالى من النار، وتلك آية وأي آية. فقال في آخر الآية هناك وجعلناها وابنها آية للعالمين، جعلناها وابنها آية للعالمين، وهنا قال وكانت من القانتين، لأن السياق أيضا يدل على ذلك أو يقتضي ذلك، لأن الكلام هنا عن الحث على القنوت وعلى الطاعة، وقد كان الكلام عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سبحانه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، فذكر القنوت هنا لأنه هو المناسب، وذكر اللفظ هكذا على سبيل الجمع لما ذكرناه من قبل من أنه على سبيل التغليب، وحتى لا يظن ظان أن المسألة خاصة بالنساء، فإن في هذا فإن في هذا موضع اقتداء للرجال وللنساء في إحصان الفرج وفي القنوت والطاعة والتصديق بكلمات الله تعالى وكتبه. نعم. والله أعلم. نعم. هنا ونواقش الشيخ في قوله وصدقت بكلمات، لماذا وضع حرف الباء في قوله بكلمات ولم يقل وصدقت كلمات؟
الباء تأتي للإلصاق وقد تشير إلى معنى أنها يعني صدقت كل شيء بما فيها كلمات ربها، يعني صدقت بكل شيء. نعم نعم. طيب ننتقل شيخ إلى بعد أن فرغنا من هاتين الآتين، ولو أن فيهما كثيرا من من مضمونهما، ولكن لعل أيضا ندرك الوقت معكم في نتاجات مجمع اللغة. ماذا تريد يعني؟ أريد شيئا من التغريدات أو طيب شيئا من التغريدات. نعم يعني هو الصراحة التغريدات التي من بعضها لي وبعضها للمجمع. طيب لا بأس. طيب تفضل. نعم هو أصلا التغريدات التي يغرد بها يغرد بها المجمع أيضا يعيدها. نعم الخاص والعام يا شيخ هنا أيضا. ها؟ الخاص والعام هنا أيضا. نعم الخاص والعام. خير إن شاء الله. ما دمنا في النساء هنالك تغريدة في نعوت المرأة. من غريب نعوت المرأة الماصلة. 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 أنا أظن أن بعض القبائل يستعمل هذه اللفظة الماصلة التي تضيع أشياءها، يقال عنها امرأة ماصلة. طيب من 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 مصل يمصل هكذا؟ نعم. أم مصلة تمصل؟ نعم كأنها يعني قطعت تفصل بينها وبين أشيائها. صحيح صحيح. نعم. هذه كلمة معروفة. نعم والقرفع التي تكحل إحدى عينيها وتلبس درعها مقلوبا. والحكمة من هذا؟ ما العرب لا تتركوا شيئا، يعني فيهم عندهم في بعضهم كان عنده كما يقال الفضول، يعني فيسمي الأشياء، يعني وجد امرأة بهذه الصورة فأطلق عليها هذا اللفظ وأصبح بعد ذلك مشهورا. سبحان الله. أيوة سموها القرثة، يعني هي لا تكحل إلا عينا واحدة. عينا واحدة وتلبس الدرع مقلوبا. فهذا رجل تجده غضبا من امرأته ولعلها لم تستطع أو عاجلت نفسها فكحلت إحدى العينين ولبست الدرع مستعجلة فأطلق عليها هذا. فكانوا أحيانا يطلقون المثل أو الكلمة على إنسان فتصبح مثلا وتلتصق به ويتناقلها الناس، ثم بعد ذلك يتوسعون في هذا يطلقونه على كل من أشبه ذلك الإنسان الذي أطلق عليه ذلك اللفظ. والمرأة المثفاة. المثفاة. نعم. طيب. التي لزوجها امرأتان سواها. يعني ثالثة ثلاثة. إيه نعم لأنها مثل ثالثة الأثافي، تعرف الأثفية التي يوضع عليها القدر. نعم. فيقال ثالثة الأثافي. فهي مثفاة مثل القدر، مثل الأحجار التي تكون تحت القدر. فهذه من غرائب الألفاظ التي أطلقت على النساء. هي فعلا غريبة لكن لها معنى واضح جدا يعني. نعم نعم لكنها من غريب. نعم نعم من عميق الألفاظ التي تدل على معاني غريبة. نعم انتهينا من هذا الشيخ، وبقي لديك من شيء من التغريدات هنا؟ لا بأس. نعم في بقية. طيب تفضل. نأخذ لو فيه تغريدة أيضا متعلقة بالقرآن الكريم. هنا من أراد حلاوة القرآن فليذقها في أربع: في ترداده، وفي استماعه من صوت حسن، وفي انكشاف معانيه عند تدبره، وفي البحث عن دقائق أساليبه. أن القراءة المجردة هكذا قد لا يجد فيها الإنسان متعة، لكن مع التكرار إذا كان يكرر فإنه يجد لذة، وترداده يزداد فيه تجملا، وكذلك استماعه من صوت حسن هذا يذيق الإنسان حلاوة كلام رب العالمين. هنا وقف يا شيخ، الأصوات الحسنة سبحان الله لها تأثير، وكأن المرء حينما ينصت إلى هذه الأصوات الحسنة يجده متأملا لهذه الآيات وكلماتها ودقائقها أيضا، بعكس لو يعني استمع لهذا الصوت أو لهذا القرآن بصوت غير ندي وغير يعني جميل. نعم الاستماع يعني من ناحيتين، من ناحية أولا الاستماع من حيث هو له أثر على أكثر الناس
أكثر من التلاوة، ولذلك جاء الثناء في القرآن في بالنسبة لمن يخشع ولمن يبكي لم يأتي في القرآن إلا الثناء على من سمع لا على من قرأ. كل ما جاء في القرآن مثل وإذا سمعوا إذا تتلى عليهم إذا تتلى عليهم كل إذا تتلى وإذا تليت عليهم آياته ليس فيها أنهم يقرؤون ويبكون، لم يأتي هذا في القرآن، مع أن هذا موجود ووارد. لكن لماذا السامع؟ لأن المستمع، هناك فرق بين السامع والمستمع أيضا، لكن قد يطلق السماع يكون في باعتبار أول سمعه، ثم بعد ذلك يكون استماع لأنه يكون معه إنصات وتعنن تعنى الاستماع. لماذا؟ لأنه يجمع حواسه ولا يشتغل بشيء، لكن القارئ يشتغل بحفظه ويشتغل بصوته ومخارج حروفه، وأما ذلك فجميع حواسه وملكاته كلها مستعدة للتأمل والتدبر، ولأنه أبعد أيضا عن الرياء ولا أحد يدري عنه حينما يستمع، يستطيع أن يبكي ولا يدري عنه أحد. يعني هذه لفتة رائعة في ما يتعلق بالقرآن في سماعه. نعم، فإذا كان من صوت حسن فهذا شيء آخر، شيء نعم، وهذا يعني من خصائص القرآن. انظر الآن إلى الكون كله خاصة في رمضان، في كل مكان يصدح بالقرآن الكريم، بهذا القرآن. نعم. بأصوات عجيبة وماتعة ولذيذة، وليس هذا إلا للقرآن، فالأثير كله ينقل القرآن ويتغنى بالقرآن. الحمد لله. نعم. سماء العالم الإسلامي في شهر رمضان. نعم. سماء مبارك بهذه الأصوات. نعم. وهذا من معاني قوله تعالى ليظهره على الدين كله. وهذا ظاهر، فإن لا يوجد في أي، أولا في كل وقت القرآن الكريم، لأن هو الذي يستفتح به وله إذاعة خاصة وإذاعات خاصة ويجهر به ويطبع، فهو ظاهر على كل شيء، وأيضا في المواسم كرمضان وغيرها وفي الصلوات، فله شأن آخر، فهو ظاهر بلا شك ولو كره المشركون. نعم. ثم أيضا بانكشاف معانيه عند تدبره، أحيانا الإنسان حينما يتدبر ويتأمل ثم بعد ذلك يصل إلى معنى من المعاني، ربما الفرحة التي يجدها لا يجدها إذا كان يعني هو ممن يحرص على المعاني وعلى نفائس القرآن، لا يفرح يعني هذا الفرح لا يضاهيه فرح آخر أبدا. صحيح. وكذلك البحث عن دقائق أساليبه، كما نبحث نحن في بعض الألفاظ في الفروقات واللمسات البيانية والفروق الدقيقة بين اللفظة واللفظة، لأن هذا الكلام تنزيل من حكيم حميد، فلا تأتي لفظة أبدا ولا يأتي حرف من الحروف إلا في موضعه، ولا يمكن أن يكون زائدا، ولا يمكن أن يكون أن يأتي معنى لفظ آخر في هذا المكان ويكون أتم منه معنى، لا يمكن هذا. لو كان هذا من كلام البشر نعم، لو قال كذا لكان كذا، لكن هذا كلام الله لا يأتي إلا بأحسن كلام وبأحسن لفظ. لا يأتيه الباطل من بين يديه. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. طيب، الحديث في القرآن أيضا شيخ لا ينتهي، لكن الوقت الذي ينتهي. هذا هو. نريد أن نحرص معكم على القدر الأوفى من الوقت. ننتقل إلى الأغلاط الشائعة شيخ إذا توفر إليكم. والله بأس، لا بأس، يعني أنا لأنه لدينا بعض الاتصالات حتى ندركها أيضا. نعم، يعني أنا سأذكر شيئا، وهو أن بعض الناس يخلط بين كلمة أمس والأمس، فيقول أمس ويقصد بها زمانا متقدما. لا، لفظ أمس هذا صحيح ونكرة في لفظه، ولكنه معرفة، فلا يصح أن يطلق إلا على اليوم الذي قبل يومك. فنحن اليوم الخميس الأربعاء، إذا قلت أمس فهو الأربعاء الذي كان أمسي، فتقول أمسي ويكون مبنيا على الكسر. وأما إذا قلت الأمس فإنه ينصرف إلى يومك الذي مضى والذي قبله إلى ما شاء الله. ولهذا يلغزون في هذه اللفظة ويقولون إنها لفظة إذا نكرت عرفت وإذا عرفت نكرت. نعم. وتنبيه آخر أنا سمعت يعني قبل فترة، أحدهم يقول اتصل وما رد أحد، فقال ما أحد ما يرد. طيب، فقلت له كلهم ردوا، يعني جميعهم رد، يعني يقول ما أحد ما يرد، يعني ما أحد ما يرد، أي كلهم ردوا، لأن ما الثانية نافية، ما أحد ما يرد، ما أحد ما يرد،
يعني ما في أحد لا يرد. نعم. إيه فالصحيح ما أحد يرد، لماذا هذه الماء؟ نعم نعم صحيح. أيوة. فهمت كلام. نعم. طيب الاتصالات الشيخ أخونا عبد العزيز الشريف من الرياض، حياك الله يا أخي عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسلم محمد، كيف حالك؟ خير الله يحفظك، تفضل. أحييك فضيلة الشيخ عبد العزيز، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، حياكم الله إن شاء الله. بارك الله فيك. أنت بارك الله فيك ذكرت حديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء سوى أربع. نعم. وقلت فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. هذه الخلاصة فضل عائشة، هل معنى أن عائشة أفضل النساء؟ وما معنى الكمال هنا، هل هو كمال جزئي أم كمال كلي؟ وهل ينافي حديث ناقصات عقل؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، ذكر قرية باسمها هنا في هذه الآية. نعم. هل له معنى؟ كيف يا خبزي؟ ذكر اسم مريم عليها السلام. نعم. ذكر اسم مريم في هذه الآية هل له مغزى؟ هل له معنى؟ ولماذا لم يذكر اسم عائشة واسم حفصة في هذه الآية أو هذه السورة، مع أن السورة كلها تتحدث عن النساء وما كانوا مع أزواجهم وغير ذلك؟ الأمر الآخر بارك الله فيه، ولا تمشي في الأرض مرحا ويمشون على الأرض هونا، ما الفرق بين المشيين في هذه الآيتين؟ وهل لصفة المشي من الكبر والتواضع لها أثر في المشي؟ السؤال الأخير، وأهشت بها على غنمي، ما معنى أهشت بها؟ المعنى أني أضرب بها الحيوانات الغنم أم أني أجلب لها الأشجار وغير ذلك؟ جزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت شيماء من مصر، حياك الله يا شيماء. حياك الله يا شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخي. نعم. أريد أن أعرف الفرق بين المميز والمتميز. طيب. يقول مميز ومتميز. نعم، مميز ومتميز. ومتميز. طيب. نعم. ثم. جزاك الله خيرا كثيرا. شكرا لك يا أخ شيماء، حفظك الله. طيب. نجيب يا شيخ. طيب بسم الله. ما بقي وقت كثير يا شيخ، يعني بالكاد دقيقتان، يعني دقيقتان فقط بالكثير. نعم، فضل عائشة الذي جاء في هذا الحديث هو في الحقيقة لا يدل على أنها أفضل النساء، ولكن يدل على فضلها، والله تعالى أعلم. قد تكون هي يعني هي أفضل النساء الصحابة، وقد تكون دون ذلك، لأن المفاضلة بينها وبين خديجة وبين فاطمة، الخلاف هنا في هذه في هؤلاء الثلاث من الأفضل، والله تعالى أعلم، لا نستطيع، لأنه ليس لدينا دليل قاطع في هذه المسألة. ودائما مسائل الفضل والبحث فيها ليس له ثمرة كبيرة. طيب. نعم. وذكر اسم مريم أيضا، هل له مغزى تحديدا؟ هو كما ذكرنا يعني أنه لم يذكر اسم أنثى في القرآن الكريم إلا مريم، من أجل أن ينسب إليها عيسى. طيب. عليه السلام. ولا تمشي في الأرض مرحا والذين يمشون على الأرض هونا. نعم. المشيتان أو المشيتان. نعم، المشيتان بينهما فرق، لأن الله قال هناك ولا تمشي في الأرض مرحا، هذا في سورة الإسراء وفي سورة لقمان حينما أوصى لقمان ابنه وقال له ولا تمشي في الأرض مرحا، قال في، وقال هناك ويمشون على الأرض هونا، ليدل على أنهم حينما يمشون على الأرض يمشون على الأرض فوق الأرض، فهم يمشون مشيا خفيفا ليس فيه قرع ولا فيه ضرب ولا فيه اختيال، أما ذلك فإنه يريد أن يخرق الأرض برجله، كأنه يمشي في الأرض في جوف الأرض من شدة ضربه على الأرض وافتخاره وخيلائه. يقول وهش بها على غنمي. وهش بها على غنمي، يعني أنه يهش يعني يضرب بها الشجر، يخبط بها الشجر حتى تتساقط الأوراق. نعم. أي بالعصا، يهش بالعصا، يضرب بالعصا على الشجر من أجل أن تتساقط الورق على الغنم، وقيل أهش بها على غنمي أنهرها، يعني أنه يهش الغنم حتى يردها من هنا ومن هنا، لكن المعنى الأول هو المشهور، ويمكن أن يكون معنيان صحيحين، لا تعارض بينهما. لا تعارض بينهما. الأخت شيماء تقول ما الفرق بين المميز والمتميز، ولعل أيضا نضيف الممتاز. نعم صحيح، إضافة صحيحة. أولا المتميز من تميز وهو اسم فاعل، فهو متميز
متميز اسم فاعل، يعني أنه هو الذي فعل هذا حتى أصبح متميزا عمل ذلك. وأما إذن المميز، إذن المتميز اسم فاعل، اسم فاعل متميز تميز طيب. نعم. وأما المميز فهو من ميزه غيره فجعله مميزا مفصولا أو مفضلا مفصولا، يعني هو يعني أصلا الامتياز الانفصال، قوله ولهذا قال الله وامتازوا اليوم أي انفصلوا وكونوا على جنب، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فالممتاز هو المنفصل، لكن أصبحنا نستعملها طبعا لمعنى خاص، هو الممتاز المتميز يعني. فالممتاز من امتاز، من امتاز فهو ممتاز، وهذه تحتمل أن تكون اسم مفعول وتحتمل أن تكون يعني امتيزة فهو ممتاز، وامتاز فهو ممتاز، مثل مختار تقول هذا مختار أي اخترته، وهذا مختار تقول مختار صديقه، يعني هو اختار صديقه، فيصح أن يكون اسم فاعل ويصح أن يكون اسم مفعول ويصح أن يكون أيضا اسم مكان وهو لفظ واحد. نعم. يعني أنا كنت أظن بأن الممتاز كما تعلمنا في سلك التعليم بأن الممتاز هو ذلك المتفوق، لكن كما ذكرت في قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وكأن هنا يعني إشارة إلى أن الكلمة مرتبطة بقوم. نعم، اعتبارات الآخرة غير اعتبارات الدنيا، الأولون هنالك في يوم القيامة هم المقبولون، والآخرون هنا في الناجحين هم المقبولون، والأولون هم الممتازون، والممتازون هنالك هم المجرمون. فتلك يعني اعتبارات، وهذه اعتبارات، والمسألة لا تعود إلا إلى اللفظ والاصطلاح فقط. نعم. شكر الله لكم الشيخ الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامعة تخصصي بمكة المكرمة. شكر الله لكم، بارك الله في علمكم ونفع بكم، وشكر الله لكم وإياكم، حفظكم الله. أيضا كل الإخوة المستمعين شكرا لكم على طيب المتابعة والإنصات، نعتذر للذين لم نستطع أخذ مشاركاتهم معنا في هذه الحلقة، موعدنا يتجدد معكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، حتى ذلكم الحين وكل حين هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وأخي من الإخراج ياسر زيدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان، الجمهور الذي يصدق على معظم الناس، فهذا يجب ضمه. جدة، وهي اسم للمدينة المعروفة الشهيرة، يجب أن تضم جيمها، وأما الكسر فإنه لحن. المناخ الذي يطلق على المناخ الجوي، وهو في الأصل المناخ الذي تناخ فيه الإبل ثم توسع فيه فأصبح يطلق على المعنى المعروف، ففتح الميم فيه لحن. أضواء البيان، يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد السبت عند الحادية عشر مساء. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.